الحمد لله رب العالمين، والصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي الخاطرة 68 بعد 100 الأولى من الخواطر السباعية لأستاذنا العلامة الدكتور مصطفى السباعي عليه الله شفاعه الرحمة والرضوان. العنوان أنواع الظلم، النص: الظلم ثلاث: ظلم الإنسان لنفسه بألا ينصحها، وظلم الإنسان لأمته بألا يخدمها، وظلم الإنسان للحقيقة الكبرى بألا يعترف بربه، إن الشرك لظلم عظيم. كل أوقات أقول مين بجيب الكلام هذا للشيخ الله يرحمه؟ والله هذا فتح من الله سبحانه وتعالى، الله لا يحرمنا الفتح، قولوا آمين. الظلم ثلاث: قال ظلم الإنسان لنفسه بألا ينصحها. الإنسان ينبغي أن يراقب نفسه، أن يراجع نفسه قبل ما ينام، يحط رأسه هيك على المخده: يا ترى أنا هل عصيت الله عز وجل في هذا اليوم؟ هل يعني ارتكبت ما يغضب الله؟ يا ترى أنا إذا نمت الآن استيقظ؟ يا ترى إذا الملك ملك الموت قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، إذا هيك قبض روحي أنا مستعد للقاء الله؟ فإذا كان الإنسان غافلا ينام كالبهائم، هيك يلقي بجسده على الفراش، لا يحاسب نفسه، لا يراقب نفسه، لا ينصح نفسه. طبعا من باب أولى الذي لا ينصح نفسه ولا ينصح إخوانه. إحنا الآن هذا الدرس هو نصح لنفسي والإخوان. فإذا كان الإنسان لا ينصح نفسه فهو يظلم نفسه. إذا أدنى الظلم اللي عم يذكر الشيخ ظلم الإنسان لنفسه بألا ينصحها. شو قال رب العالمين؟ قد أفلح من زكاها. شو زكاها؟ يعني رباها، يعني أدبها، يعني نصحها، يعني تابعها. أنت وقد خاب من دساها، اللي خانها. فهذا الظلم. انتبهنا. النوع الآخر من الظلم قال ظلم للأمة. إنسان بيقول لك أنا وبعد الطوفان. شو أنا وبعد الطوفان؟ يعني يلي بده يصير يصير، المهم أنا لا يفكر إلا في ذاته. هذا أذل الناس. الذي لا يفكر إلا في ذاته هذا إنسان أناني. قيمة الإنسان، عظمة الإنسان، امتداد زمن سيرة الإنسان بمقدار ما يعيشه لأمته. صلاح الدين الأيوبي لماذا نذكره جميعا وتذكره الأجيال ويذكره التاريخ وتذكره المنابر وتذكره الكتب؟ لماذا؟ لأنه عاش لله وعاش لأمته، حرر القدس. صلاح الدين من تكريت، يعني هو من بلاد الرافدين، وصلاح الدين كردي، فلا هو عاش لكرديته ولا هو عاش لعراقيته، لا كان عاش، كان هذا هدفه ضعيف قليل. مرة واحد قال لي كردي التقيت في الحرم، كان تصديق عقود يعني فترة شوال تقول أو أول ذي القعدة، قلت له مين الأخ؟ أنا بحب وين ما عادت أسأل، يلي على يميني بيلي على يساري، مين الأخ؟ قال لي والله أنا فلان من كردستان العراق. ما شاء الله من الأخوان الأكراد. قال لي قلت له ما شاء الله منكم صلاح الدين، فأنا أثنيت عليه لصلاح الدين. قال لي بس نحن زعلانين من صلاح الدين. أنا ما يعني ما حكيت معه لا بمشروع كردي ولا بكذا. أنا قال لي احنا زعلانين من صلاح. قلت له ليه زعلانين منه حبيبي؟ قال لي لانه صلاح الدين اشتغل بالقدس وما سوى دوله كرديه. نحن امه واحده، كلها هي الدويلات، هي كلها مظاهر تقسيم وضعف. قلت له حبيبي لو صلاح الدين عاش لكرديته ما كان صار صلاح الدين. الجيش اللي كان خلف صلاح الدين كان مزيج من ابناء حلب والشام والموصل
ما كان صار له الاسم. اذا وظلم الانسان لامته بان لا يخدمها. عماد الدين، محمد الفاتح، يوم العثمانيون في 100 مليون مسلم الان يعني يوحدون الله بسبب يعني فتوحات العثمانيين. هذول اللي عاشوا لله، عاشوا للامه، عاشوا للاخره، خدموا امتهم. وظلم الانسان للحقيقه الكبرى بان لا يعترف بربه. ما في ذنب الدنيا اصلا، ما في جهل في الدنيا. الجهل انه واحد والله يكفر بالله عز وجل، مش واحد هيك شاب مثلا بيتبجع والله انا ملحد. شو يعني ملحد؟ يعني انت مريض. شو يعني ملحد؟ يعني مريض. قال له الاثر يدل على المسير والبعره تدل على البعير. بتشوف اثر، شوف هيك يعني اثر اغنام، اثر فرس، اثر سياره، بتقول كان في سياره مال اغنام. والبعره تدل على البعير. ارض ذات افجاج وسماء ذات ابراج، افلا تدل على العين القدير. بقول لك انا بفهم بالعلم. لا ما بتفهم. لو بتفهم بالعلم كنت انت امنت بالله سبحانه وتعالى. الحقيقه الكبرى مثل ما سماها الشيخ هون، شو هي؟ الايمان بالله. فطرة الإنسان، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. فلما إنسان ينكر وجود الله هو مريض بأكبر مرض بالوجود. هذا المرض شو اسمه؟ الإلحاد. مفكر حاله سوي مثل الإنسان الأعمى، ومفكر إنه وفي ظلام عنده دامس، مفكر الناس كلها عايشة بهالظلام. قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.